ودلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا ليندا علشان نتعرف معاها على ايه اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير يا ليندا. صباح الخير مصطفى. صباح الخير بسان. صباح الخير يا ليندا. الحقيقه مصطفى بالنسبه لحاله الطقس في النهارده ارتفاع مؤقت في درجات صحيح. الحراره درجه الحراره في القاهره امبارح كانت 33، النهارده بتسجل 37. تعالوا نشوف التفاصيل. حر جدا يعني، جدا شديد الحراره الصبح، ربنا يستر، ولكنه ارتفاع مؤقت هيبتدي ينخفض تدريجيا بقى الايام اللي جايه. يا مسهل خير. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية مع الدولار الأمريكي وسعر البيع وسعر الشراء. كمان سعر البيع سجل 18.52، أما الشراء فسجل 18.44. اليورو البيع سجل 19.43، أما الشراء فسجل 19.33. الجنيه الاسترليني البيع سجل 23 جنيه و3 قروش والشراء سجل 22.91. الفرنك السويسري البيع سجل 19 جنيه وقرشين والشراء سجل 18.92. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.80، أما الشراء فسجل 2.78. الريال السعودي البيع سجل 4.94، أما الشراء فسجل 4.91. الدينار الكويتي البيع سجل 60.41، أما الشراء فسجل 60 جنيه و5 قروش. الدرهم الإماراتي البيع سجل 5 جنيه و4 قروش والشراء سجل 5 جنيه وقرشين. وبالنسبة لأسعار الذهب، فعيار 18 سجل 939 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1095 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1252 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8736 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والجو هيكون شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وحر على السواحل الشمالية الشرقية، وفي نشاط لرياح هتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، هتؤدي لتدهور الرؤية الأفقية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 37، وأعلى درجة حرارة في الوادي الجديد 44، وأقل درجة حرارة في سان كاترين 30. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.